ينور عليك يا باشي، هو ده الشغل ولا بلاش؟ انت مش عارف فرحتي من ساعة ما عرفت ان الشحنة دي وصلت بالسلامة، انا ما جاليش نوم. ايه السلام؟ وشمعنى يعني الشحنة دي؟ ما انا ياما خلصت لكم شحنات، ايه المشكلة في دي؟ يعني فيها ايه دي غريبة يعني؟ لا يا باشي، اصل الشحنة دي زبدة الزبد. زبدة الزبد؟ مش فاهم. افهمك، ما هو انت لازم تفهم، لان انت خلاص يعني بقيت واحد مننا، ما بقتش غريب. الشحنة اللي انت دخلتها بشطارتك دي فياجرا صيني متهربة في لعب اطفال. يا نهار ابوك اسود، بقى هي دي البضاعة اللي بتستوردوها من الصين؟ الله ينور عليك، هو ده اصل الشغلانة، والباقي كله تمويه. ده انا حوديكوا في 60 داهية، انتوا ازاي تخلوني اشترك في جريمة زي دي؟ جريمة ايه؟ جريمة ايه لا سمح الله؟ هو احنا قتلنا قتيل؟ دي تجارة. ده تهريب، تهريب؟ انت ناسي يا طاهر انا كنت ايه؟ كنت يا باشا، كنت. انما انت دلوقتي حاجة تانية، رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك. وبعدين اللي احنا بنعمله دي خير، فيه ناس غلابه يا حسام بيه ما بيقدروش يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم ورقبتهم قد السمسمه. اسالني، احنا بقى بنستورد الفياجرا دي عشان الغلابه دول يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم وبيوتهم ما تتخربش. انت اكيد اتجننت في دماغك. ما تكبرش الموضوع يا حسام بيه، ما تكبرش الموضوع واحسبها بالعقل. عقل؟ انت خليت فيها عقل؟ انتوا عايزين نخالف مبادئ ازاي؟ مبادئ ايه؟ مبادئ ايه يا حسام بيه؟ المبادئ دي خلاص ما عادتش بتاكل عيش. بيعه، بيعه واستفيد بفلوسه بدل ما تصدي جواك وتضطر تبيعها ببلاش بعد كده. انت الظاهر نسيت نفسك يا طاهر مصطفى. انا عمري ما نسيت نفسي، بس الظاهر ان انت اللي نسيت. نسيت انك رد سكون وما بقتش الباشا بتاع زمان. طاهر مصطفى، اني بوعيك يا باشا، اني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي انت مش عارفها. تقدر تقول لي خدت ايه من شغلك مع الحكومه غير المرمطه وقله القيمه وآخرة المتمة؟ استغنوا عنك ورموك في السجن. عارف ليه يا باشا؟ عشان هما موظفين ما بيحبوش بعض، ما بيخافوش على بعض، إنما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض، لأن المصلحة واحدة. حق مش عليك، أنا اللي استاهل ضرب الجزمة إني قابلت أشتغل مع واحد وقتي زيك. ماشي، أني واطي، بس يكون في علمك انت مفيش حد هيوظفك ولا هيديلك المرتب اللي انا بديهولك، وخصوصا لما اعرفوا ان انت سوابق. بره الباب ده مستنيك الفقر وقلة القيمة، ودول ما بيرحموش حد. اسمع كلامي، اسمع كلامي، وانا اخليك تلعب بالفلوس لعب، واخلي الكبير والصغير يعمل لك الف حساب. احسبها يا باشا، بس يا ريت تحسبها صح. حسبتها يا طاهر مصطفى، واموت من الجوع اشرف لي نبيع كرامتي الواحد واطي ووسخ زيك. بصراحة يا باشا، تمسكي بريهام هو اللي خلاني اجي اطلب ايدها للمرة التانية. وعموما لو سعادتك رفضت انا مش هزعل، انا مقدر موقف سعادتك. بالعكس يا محمد، احنا يشرفنا انك تبقى جوز بنتنا. وبعدين كل عيلة فيها الكويس والوحش، مش كده ولا ايه؟ وبعدين يعني بالنسبة لاخوك. انا ماليش اخ. بتقول ايه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، انا ماليش اخ. للدرجة دي؟
ده اقل حاجه ممكن اعملها مع واحد لطخ سمعه العيله. عموما يا محمد ده موضوع يخصك لوحدك، احنا مالناش دخل بيه. احنا ما يهمناش الا انت يا حبيبي، وانت بسم الله ما شاء الله عليك زي الفل. شوف يا محمد، ريهام بنتنا الوحيده، واهم حاجه احنا عايزينها سعاده بنتنا. وطالما ريهام متمسكه بيك قوي كده يعني احنا كمان مش هنقف في طريق سعادتكم ابدا. يعني موافقين. الف مبروك يا حبيبي. وعشان اثبت لك جديتنا انا ما عنديش مانع ان كتب الكتاب والفرح يبقى يوم الخميس الجاي هنا. معقول يا بابي؟ ومش معقول ليه؟ احنا كل حاجه جاهزه، مش ناقصنا ان نفرح شويه. ايوه يا فندم، بس انا لسه مش جاهز، اصل الشقه اللي انا حجزتها في مشروع الشرطه الجديد لسه ما استلمتهاش. ولا يهمك يا حبيبي، تعال اقعدوا معانا هنا والشقه تبقى تجهز على راحتك. وزي ما انت شايف احنا قاعدين لوحدنا في فيلا طويله عريضه، وجودكم معانا هيونسنا. لا معلش يا فندم، انا احب اعيش مع مراتي في شقتي. اخس عليك يا محمد، احنا خلاص يا حبيبي احنا بقى اهل. واحنا بنقول لك تعالى عيشوا معانا على طول، ده يا دوبك لغايه انت ما تستلم شقتك وتجهزها. هيبقى صعب ساعتها. مفيش حاجه اسمها صعب، انت تبلغ اهلك ان يوم الخميس الجاي الفرح وكتب الكتاب، ولغايه اخر الاسبوع نكون جهزنا كل حاجه. وافق بقى يا محمد، خلينا نفرح. على خيرة الله. مبروك يا محمد. الله يبارك فيك. ازيك يا حسن؟ ازيك يا مان؟ جبت لك شويه رز بلبن. انا مش عارفه اودي جمالك فين. كفايه بقى كلام ده عندي المرحله دي. فيك يا حسن؟ عندي شويه مشاكل في الشغل مش عارف احلها ازاي. ينفع اسالك ايه المشكله ولا؟ طبعا ينفع، بس في شويه مخالفات بتحصل في الشغل، ولو وافقت عليها هبقى بشارك فيها. طب توافق ليه؟ ما تريح ضميرك وتقول لمديرك. طب لو قلت لك ان مديري شخصيا هو اللي مصر عليها وانا مش قادر اطوع لاني هبقى بخالف ضميري. اوعى تخالف ضميرك يا حسين، مفيش اي حد يستاهل انك تعمل كده عشانه. هتستفيد ايه لو كسبت العالم كله وخسرت نفسك؟ كلامك سليم، بس حتى لو قلت لك ان اللي انت بتقوليه ده هيخسرني شغلي وهرجع تاني عاطل لشغل ولا شغله. حتى لو خسرك العالم كله ربنا هيعوضك بشغل انا احسن. في ايه يا حسين؟ احنا ناقصين؟ انت شايفه كده؟ كل واحد لازم يحط الخطوط الحمراء لنفسه، ما يستناش حد تاني يحطها له. ده لو انت عايز تعمل حاجه صح في حياتك. بقول لك ايه يا ماما؟ ايوه حبيبي. انا اتفقت مع سياده اللي هو على يوم الخميس الجاي عشان كاتب الكتاب. والله العظيم الف الف مبروك. اهو كده اخبار حلوه بدل اخبار الهم اللي بنسمعها كل شويه. هم ليه كفالة الشر؟ يعني عاجبك حال اخوك؟ ده تقريبا شبه مقطعنا، ولا حال اختك؟ تلاقيش عليهم. انا بس عايزك تشتري بقى فستان حلو كده عشان كاتب الكتاب. طبعا، ما احنا كلنا هنيك ان شاء الله. كلكم؟ اه. شاهينه فين؟ شاهينه في شغلها. يا حبيبتي مطحونه في الشغل. عشان تجيب فلوس للولد. والله انا البت دي صعبانه عليا جدا. وحسام فين؟ حسام مش هنا. حسام ابن شهند. اه ابن شهند نايم يا حبيبي، ما انت عارف ان عنده حضانه الصبح. يا بخته، نايم ولا في دماغه اي حاجه. ده هتقر على الواد. عايز الحق، والله انا بقر عليه. يا ريتنا فضلنا صغيرين ولا كبرنا. يا ريت يا حماده فضلتوا صغيرين. على الاقل كنت فضلتوا في حضنه. انما يعني دلوقتي كل واحد فيكم في حته، مش عارفه اتلم عليكم. بصراحه كده وما تزعلش مني، يا ريتني كنت مكانك. مكاني؟ مش أملة، دي مصيبه يا ابني. عندك حق فعلا، دي مصيبه. انت ساعدت في التهريب من غير ما تعرف. مصيبه؟ يمين يشيلني شيله شمال، تصحصحني وتعيشني بني ادم. بني ادم؟ امال الحيوان يبقى ايه؟ الحيوان يا حبيبي اللي فوت فرصه زي دي وما يستغلهاش. برضو يا فوكس. معقول يا رب اللي بيحصل لي ده؟ يعني بعد ما كانت شغلتي ان انا اقاوم الغلط وامنعه، دلوقتي مجبر اصهين عنه واشارك فيه كمان؟ طب يا باشا ما انت جربت المقاومه قبل كده واديك شفت النتيجه ايه؟ ما تجرب بقى المره دي السكوت، اكيد يعني النتيجه هتختلف. وبعدين انت موظف عندهم، ارزقي يعني ما تاخذنيش. والمثل بيقول لك اربط الحمار واطرح محب صاحبه. ايوه يعني كبر لها. كبر الله. اه عيش وكل قراقيش يا فوكس، ومطرح ما ترسي دق له. وبعدين دي مكويات، هي مخدرات يا بوب ولا ايه؟ ما تفهمه. حسام العيال دي مجانين، وانت اكيد مش هتسمع كلامهم. ما تنقطت انت بسكياتك بقى، ما تخيبش الراجل. بص يا عمهم فوتها واعمل نفسك مش واخد بالك.
ولعله خير ان شاء الله. خير؟ عيني خير بس. مش ملاحظة ان اهتمامك زايد بيه حبتين تلاتة يا ايمان؟ يا ماما ده جارنا وقاعد لوحده ومحتاج حد يقف جنبه، والنبي وصى على سبع جار. يا حبيبتي ما تنسيش ان انت ارمله وكلام الناس كتير وهما بيرحمش، وخصوصا انت داخله خارجه على شقته. ماما مالك فيه؟ بتكلمي معايا كده ليه؟ انا عارفه حدودي كويس قوي، والعلاقه اللي بيني وبينه علاقه انسانيه بس. يا ريت العلاقه الانسانيه دي ما تتطورش لحاجه تانية، وما تنسيش انه رد سجون، وبعدين الفرق بينك وبينه كبير قوي. بس غارة يكون يعني تشارك ونتاجر انا وانت، بدل ما نفضل خدامين لاخويا طاهر وستياب بتاعك. شوف يا كامل، انا لا يمكن اخون ستياب. ومين جاب سيرة الخيانة؟ انا كل غرضي يعني ان انت تستفيد وهو يستفيد وانا استفيد، بدل الكتف اللي اخويا طاهر مديهوني ومش عايز يدخلني وسطيكم. اخوك طاهر؟ يا نهار اسود، اخوك طاهر ده راجل تعبان وما بيحبش اللي ناقصه. وانت هتقول لي ده ياما جرسني. خد يا واحده، خد يا حبيبي. اهدى قوم كده نجت يعني ودلع نفسك يا كامل. ما انت لسه مديني يا كامل، وفي حاجه تغلى عليك؟ ده انت حبيبي وانت شريكي. مين العيال الدغفات دي؟ العيال دي بقى لهم كم مره بيجوا هنا بشكلهم معاهم فلوس كتير قوي ودفيانين. دفيانين؟ ما تيجي نقصوه. يلا يا مساء السخونية. يا لهوي، انت جننت؟ اتجننت ليه يعني؟ ده راجل قليل الادب، عامل لي فيها مدير وعمال يهزقني في رايحه وجايه. تقوم تحطه في البكابورت وتقفل عليه؟ ده انت بتتلكك له بقى علشان تسيب الشغل. وانت بتتلككي يا منيره عشان ما اشتغلش معاكي في الكوافير. وانت هتشتغل ايه يا اخويا في كوافير حريمي؟ انت غطاس في المجاري. يا ستي غطاسيني في اي حاجه وانا سد بعون الله، ما انت عارفه لي فهلاوي وعجبك. قلت لك 1000 مره لا، مش معنى انك سبت شغلك هخليك تيجي تشتغل معايا. اخس عليك يا منيره، ده انت مراتي وحبيبتي، مش معقوله تسيبيني كده وما تشيلنيش في ازمتي. اشيلك ده ايه يا اخويا؟ هي المشرحه ناقصه؟ مش كفايه بخلان علينا بمرتبك؟ اقطع يا اختي من كتر قرك وما عادش عندي اي دخل. يبقى تقعد بلومتك تربي عيالك عبال ما اجي من الشغل، بدل ما اجيب شغاله تاخد بالها منهم. يا نهارك اسود يا منيره، انت عايزاني اسيب الغطس في المجاري واخدي في البيوت؟ يا اخويا محسس انك هتسيب رئاسه الوزراء، ده بيتك ودول عيالك، تقعد تربيهم وتعمل حاجه مفيده احسن بدل ما تعدلها كده زي الكبه. كل يا سيدي دولار، مطرح ما يستري يمر يا اخويا. الاكل ده كله بقى اختي زوز وعاملاه مخصوص عشانك لما عرفت ان انت جاي. هي تعرفني من قبل كده؟ لا يا جدع، ولا لا يصير غيرك، ده انت حبيبي. ربنا يديله المعروف. هيديمه. كل يا سي دولار، انا اكلي مش عاجبك ولا ايه؟ بالعكس، ده انا عمري ما شفت اكل حلو كده من ايام امي الله يرحمها ماتت. ايه ده؟ انت عايش لوحدك يعني امك؟ عزبانجي يعني؟ عايش متقدر مع ابويا ومراته. ليه؟ هما بيكهربوك؟ هما فعلا مكهربيني. مرات ابويا يا سيدي حامل، شكلها هتجيب حته عيل يدخلني الجيش. ده غير ان هما منظرين على الاوضه بتاعتي وعايزين ينطروني قبل كاش بره البيت. لعله خير ان شاء الله. قوم يا بنت زوزو اعمل لنا كوبايتين شاي. حاضر يا ابي. ابي اخوك كبير. بص بقى دولار، انت صعبت عليا وانا قررت قعدك معانا هنا في البيت. في البيت فين؟ هنا معاك انت اختك؟ عيب يا جدع، الناس تقول ايه؟ الا ده انت هتكتب عليها. اكتب على مين؟ على زوزو اختي وعلى راي المثل، اخطب لاختك واحد زي اخوه. انا عمري ما سمعت المثل ده قبل كده. اديك سمعته. ايه رايك في المثل؟ في اختي زوزو. اكلها حلو. اكلها بس ما خدتش بالك من عينيها، شعرها، جسمها. يا عيب اختك يا جماعه. وانا بكلمك في حاجه حرام، ده جواز. انا كنت حاسس ان الاكله دي وراها مصيبه سودا. الشاي. تعالي يا زوزو سلمي على عريسك. حيلك حيلك عريسك ايه؟ ليه يا اخويا؟ ولا مشبهش وهو الطول ده عارف اني اتمناني، ده انا حلوه منظر زي القمر. بعدين يا دولار، احنا بنشتري الراجل، اهم حاجه يبقى مكتوب في البطاقه دكر. لا من ناحيه دكر ما تقلقش، فهو دكر، لكن انا معيش بطاقه اساسا. وماله يا اخويا؟ نطلع لك بدل فائد او برضك نضمن ان هي تبقى سريه ساعه كتب الكتاب. انتوا طلعتولي بطاقه وكتبتوا كتابي وجوزتوني، واضح كده انكم داخلين على طمع. بس ما تقلقوش، ده ابوك هيطلع على شغلك. طمع مين يا مأمل انت؟ انت عارف اللي قدامك دي؟ تحتكم على ثروه. ثروه واملاك.
ثروه واملاك بالمنطقه المعفنه اللي انتوا ساكنين فيها دي. طب انا هقول لك على حاجه، وانا طالع من تحت شمرت البنطلون. طب ايه رايك بقى انها بتحتكم على مرجحه مولد وعربيه بوم في احسن ناصيه فيك يا مصر؟ فين بقى؟ في منشيه مصر عند محطه الكاوتش اول الناصيه. بقول لك يا العلم، دي بنت ناس وصاحبه املاك وثروات، وانا هتصيع مستهتر يا جدع. بقول لك معيش بطاقه، انت لازم تدور لها على واحد في مستوى. انت صح، بس احنا برضو ناس متواضعه، عايزين نشتري الراجل، وعلى راي المثل خدوهم فقره يغنيكوا ربنا. فكر ورد عليا ولعله خير ان شاء الله. تركب جنبي ولا تركب ورا؟ لا هركبك ورا. اقف هنا بس ثانيه واحده. يا طاهر فتح دماغك زين، اوعى تكلمه، لازم هو اللي يعجب خاطره. لا احسن ما يمد رجليه علينا. يا طاهر اسمع، يا طاهر ما تنساش، احنا عاوزينه في الاكبر من كده. لو ما جاش يبقى ملناش فيه مصلح. قول عليه يا رحمن يا رحيم. سلام. حسام به وصل؟ دي خامس مرة حضرتك تسأل عليه النهاردة، هو في حاجة؟ أنت هتعدي عليا؟ أنت مالك أسأل عليه كم مرة؟ أني أسأل عليه زي ما أنا عايز وأنت جوه وخلاص، وصل ولا ما وصلش؟ لا لسه ما وصلش، بس أول ما يوصل هقول لحضرتك على طول. طب غوري من قدامي. غوري من قدامي، وأول ما يوصل تعالي لي اديني خبر. أنا آسفة يا طاهر بيه، عن إذن حضرتك. يا وقعة سودة. سيبه ولا يتهف في دماغه ويروح يبلغ عننا. استرها يا رب، استرها يا رب معايا يا رب. وصل يا فندم، وصل. الف حمد وشكر لك يا رب. وصل من امتى؟ لسه واصل حالا في مكتب. طب كويس، روح انت شوفيه يشرب ايه عبال ما اعمل تليفون. روح. الو. يا طاهر. حسام بيه وصل بالسلامه. وصل، ربنا يطمنك. الف مبروك علينا. سلام. انا حطيت شنطتي في اوضتي بس مش قادره افضيها دلوقتي. اقعدي اقعدي من هنا ورايح. ما عوزكيش تتحركي خالص لحد ما يجي جابر الصغير. ربنا يخليك لي وما حرمنيش منك خالص. وكلها كم يوم ونتنقلوا على المكان الجديد. نتنقلوا نروحوا فين؟ هو احنا لسه قعدنا؟ عملتك الجديدة تليق بيك انت وعيالي. من النهاردة ما فيش بعدي خالص. أحب على يدك يا سيدي، بكفاياك بعد. ما في منصور. الأيام تجوف. يأتي؟ يعني هو نايم نايم؟ تعالي دينا حاجة. سيدي انا بستحي. تستحي؟ انت ازاي ماما تعملي كده؟ ازاي تكري ناس بلدياتك يخطف الولد من حضن امه؟ انا رجعت الولد لحضن ابوه. سمعت شهيدة دلوقتي عيني قلبها محروق، قلبها بيتقطع. ما يتحرق ولا يتقطع، ما هو ياما حرقوا قلوبنا قبل كده. مشكرة قوي يا مجاهد، انت ملواني حقيقي، ما يجيبها الا رجالها. تؤمرينا يا اسمها تاني؟ احنا خدامينك يا ستي، ما عايزاش مننا حد تاني. رايحين على فين؟ هنعود على البلد طوالي. خدوني معاكم، هات الولد. انت رايحه فين يا ماما بس؟ هروح بيت اهلي هناك في العزله لحد الامور ما تهدى. انا عارفه الست شهنده مش هتهدى خالص، وهتتهبك بخاطر الولد وهتجي لك كمان لحد هنا. انت يعني بتدبسيني في المشكله وبتخلعي؟ لا يا استاذ، انا بحافظ لك على ابنك اللي انت ما قدرتش تحافظ عليه يا سياده المحامي المحترم. طب بعد اذنك يا ماما سيبيني اقعد معاه شويه، انا لسه ما شبعتش منه. انت عارف البيت كويس قوي هناك في العزبه، تعال اقعد مع ابنك زي ما انت عايز وسؤالك وعزوتك. وانت ناوي تيجي معايا ولا؟ طبعا. امال هشيب حفيد لمين؟ يلا يا اخويا جاي شنطتك وحصلني تحت انا في العربيه. حاضر. امك بقت خاطر قوي، يا ترى هتعمل فينا ايه؟
يا مرحب يا مرحب يا حسام باشا، نورت مكتبك. أني كنت عارف إنك هتحسبها صح. بص يا مصطفى، أنا زي الزيبق وماليش ملكة وصوتي من دماغي، واللي يفهم غير كده يبقى ما يعرفنيش. فمش معنى إن أنا جيت تاني إنك ماسكني من إيدي اللي بتوجعك. معاش ولا كان اللي يمسكك من إيديك اللي بتوجعك يا باشا. ده أنت الباشا بتاعنا، ده أنت الكل في الكل، وأني كل غرضي إنك تبقى موجود في وسطينا، المصلحة تمشي. إشمعنى أنا طاهر؟ صعبت عليا يا باشا، بصراحة صعبت عليا، فقلت نرزق سوا أحسن ما نرزق لوحديني. بتهرب حاجة تانية غير الأدوية؟ هي الأدوية وبس، أدوية وبس، وكل غرضي إني أساعد الناس الغلابة وارفع راس الرجاله، وفي النهايه اكسب لي قرشين اقسمهم معاك احسن ما اقسمهم مع غيرك. هصدقك يا طاهر، هصدقك، لاني ما عنديش حل تاني غير ان اصدقك. لو على الادويه ماشي. هو ده الكلام، هو ده الكلام. اسهم اسهم الحق يا حسام، قفل تليفوناتك ليله في مصيبه. فين يا شاهين؟ ابني اتخطف يا حسام. مندي مندي اختي شاهين ده طاهر اتخطف ازاي؟ يعني مش فاهم. ايه دي بس عشان افهم. عربيه كان فيها ثلاثه خطفوه من حتهوس. طب 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 يلا بينا يلا بينا. ايه على فين؟ هعمل محضر اثبات حاله طاهر. طب طب اني حاجه معاش مهم. مش مستاهله طاهر، مش مستاهله. مش مستاهله؟ دي مستاهله ونص. مش قادره يا حسام، هتجنن خلاص. يا شاهين ده مش رحنا لاسمه وعملنا له محضر واتهمتيه بخطف الواد، خلصنا بقى. هو اللي خطف يا حسام، محدش ليه مصلحه غيره. قالي لو شفت ساهر طليقك دي هاكله بسناني. حسام تعالى نطلع عنده على البيت، انا متاكده ان هلاقي ابني، تلاقي امه اللي مقوياه. معقربه معقربه الله يسامحها. وقعت الصوت ايه؟ هو وامه ان شاء الله. قولي لي السكه يا شاهين. اطلع على مصر الجديده بسرعه. يا ست شاهين، مصر الجديده مش كده؟ شو انت ساكت يا طه؟ حاضر. وفوق لنفسك. حاضر حاضر. ابني خد يا نراحه فين؟ تعالى بس يا عنتر، تعالى اقف معايا هنا كده، احنا في بيتك. ايه ابني فين يا ساهر؟ ابنك تقصد ايه بالكلام ده؟ ما تتلويش قوي كده، وحتى ابوك وكلمني الواد فين؟ ما تنطق يا سيدي وتخلصنا، دي مهما كان امه وقلبها بيتقطع على ضناهي. انت مين انت اصلا؟ يا ساهر بقول لك ابني فين؟ ابنك؟ ابنك كان في حضرتكم وشكلك كده اهملتيه وسبتيه لحد ما اتخطف منكم. والله شكلك انت اللي بتضحك علينا يا ساهر. بس ورحمة سلمى مراتي اللي هي اختك، لو عرفت ان انت اللي خاطف الواد لا هيبقى لي معاك كلام تاني ورزل قوي. انت بتهددني ولا احسن؟ يا عم انا لا بهددك ولا يحزنون، كل الحكايه ان الواد اتخطف، وانا عايز اعرف انت اللي خاطف ولا حد تاني. وهتفرق في ايه يعني؟ الله يطمن قلبك كده ريحتنا وعرفت ان الواد عندك، قصدي ان انت اللي خاطف الواد. ايوه حسام انا اللي خطفته. اه يا حرام يا ندل، هوديك في 60,000 داهيه. اوعي تغلطي باي كلمه. وانت اوعى تمد ايدك لحسن اقطعها لك. ماشي يا حسام، الواد ده ابني زي ما ابنها بالظبط، ومفيش اي قانون بيعاقب ان اب ياخد ابنه. سليم، مفيش قانون بيعاقب ان اب ياخد ابنه. نتكلم بقى لما تهدى كده وتركز وعقلك يرجع في راسك. سلام. انت هتسيبه هو بيقول لك انه خاطف ابني؟ ما هو ابنه، ابنه من حقه يتمتع بيه زي ما انت كمان من حقك تدلعيه وتتمتع بيه، بس بعدين مش دلوقتي. عشان هو ايه اللي مش دلوقتي؟ انت مش شايف قلبها بيتقطع ازاي؟ الواد ده لازم يسهر النهارده. خلاص يا طارق خلاص، نتكلم بعدين. يلا شاهد، يلا يلا. المهم ان احنا اطمننا على الواد. روح يا شيخ، الهي ربنا يبتليك بمصيبه. يلا يا طارق. يلا يا طارق. يلا. اهدي يا شاهند، اهدي يا حبيبتي. اهدى ازاي بس يا ماما؟ خير يا شاهند؟ ايه اللي حصل؟ ازيك يا محمد باشا؟ طاهر انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ مش وقت اسئله دلوقتي، ابني اتخطف، ساهر خطفه يا محمد. انا مش مصدقه ان ساهر يعمل حاجه زي دي. انت بتقولوا ايه؟ هو اتجنن ولا ايه؟ ده انا هروح اجيبه دلوقتي واكسر دماغه. ابنك هيبات في حضنك يا شاهند. استهدى بالله بس يا حضره الظلم،
كسر دماغه ليه؟ بعمارة ايه؟ الراجل خطف ابنه، يعني مفيش جريمة. انت هتحاميله ولا ايه؟ انا مش بحاميله يا حضرة الضابط، انا بتكلم بالعقل. وفي الاول وفي الاخر مش عايزين الواد يشوف امه وابوه هما بيقطعوا في بعض. ساهر ما بيجيش غير بالعافية يا حسام، انا عارفة. معاكي حق يا ست شاهندة، فيه ناس ما بتجيش الا بضرب البلغي. ما تخرس انت، انت ايه اللي دخلك ما بيننا؟ بس يا طاهر، اظن مش من الذوق يا محمد بيه، وعيب انك تعمل ضيوفك كده. انت هتعلمني العيب؟ وليه لا يا باشا؟ ده كان زمان قبل ما تبان على حياتك. ما يصحش كده يا محمد، عيب. طاهر اتغير يا محمد بيه، اتغير زي ما كل حاجه اتغيرت. بقى بيه يا بيه. بيه ده منظر بيه، بقى بيه منين؟ من كرم ربنا، عشان نيتي الصافيه وقلبي اللي زي الحليب. طاهر بقى مديري في الشغل يا محمد. مديرك؟ وانت ما لقيتش غير طاهر المستيه عشان تشتغل عنده؟ وماله طاهر المستيه يا محمد باشا؟ ده احنا كلنا ولاد تسعه، وبعدين انا ياما خدمتك. اطلع بره يلا، اطلع بره. بدل ما تتخانقوا مع بعض شوفوا لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي. اخوك حسام عنده حق، ندي فرصه لساهر انه يفكر شويه ويرجع العقل ويرجع الولد، بدل ما نخش في مشاكل معاه. انت كمان يا ماما هتقولي كده؟ ما احنا لازم نحايله. انتوا احرار، انا ممكن اجيبه وابيته في التخشيبه لحد ما يجيب الواد. بتهمت يا باشا؟ من غير تهمه، بلطجه كده وخلاص. ولا انت نسيت انا بقيت ايه؟ بطل افترى على خلق الله. مالكش دعوه. عيب يا محمد، انت بتكلم اخوك الكبير. الكبير كبير باخلاقه مش بالسن. وانا مش هرد عليك عشان انا الكبير باخلاقي يا محمد. سيبيه يا ماما. واضح ان محمد بيه نسي حاجات كتير. طبعا لازم انسى. لازم انسى الكذب والتمثيل اللي انت مثلته علينا. بطل بقى. كفايه بقى، ايه ده تفضلوا تتخانقوا كتير. حسام على فكره اخوك عاوز يكتب كتابه الاسبوع اللي جاي. ممكن عاوزك يعني عشان تساعده في كل حاجه. لا انا شايف ان ناجل المره طبعا، دي وجهه نظري يعني. يعني ايه يكتب كتابه واخته عندها مشكله كده؟ انت مالك؟ انا ما عزمتكش. ايه اللي انت بتقوله ده يا محمد؟ انت بتخرف؟ اخرس انت، مالكيش دعوه. انا عارف انا بقول ايه. انا حر اعزم اللي يعجبني واللي ما يعجبنيش ما اعزموش. ولا انت ليك راي تاني؟ انا ماليش اي راي. انا لحد كده وحلو يا محمد باشا. انا اسف يا ماما. انا اسف يا شاهين. يلا طاهر يلا. يلا يا باشا. يلا. السلام عليكم.